السلام عليكم، أهلا مرحبا بكم، وأتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، أنتم وأفراد عائلتكم وإخوانكم وأصدقاؤكم وجيرانكم البشرية جمعاء. هذه قراءة لعزيزي برج القوس الشمس والقمر والطالع والزهرة كذلك والكواكب الأخرى إذا كنتم تعرفونها، وكنتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب. وبسم الله لنبدأ. أولا وقبل كل شيء، عندكم كارتة هائلة، كارتة رائعة، كارتة جميلة جدا. أيها الملاك الصادق، أنت صادق عزيزي أو عزيزتي، هي قراءة للنساء والرجال. أنت صادق في قولك، أنت صادق في فعلك، أنت نزيه وذات أخلاق عالية، أنت قليل الغضب كثير الضحك والمرح والفرح، أنت كريم جدا، أنت معطاء، وصورة باطنك تتجلى في وجهك الملائكي، في ملامحك الملائكية. شعارك هو المودة والمحبة والسلام لكل الكون، لأنك تعرف وتدرك أننا بذور كونية تنتمي لهذا الكوسموس العجيب. أنت تحب تأمل السماء بالليل، تحب النظر إلى القمر والنجوم ساعات وساعات، ولا تمل ولا تتعب. إيمان تشبهكم. أما بالنسبة للحبيب، بالنسبة لحبيبك، نحن الآن وكوكب الزهرة في تراجع. كوكب الزهرة له علاقة مباشرة بالحياة العاطفية والعلاقات العاطفية، ولذلك أدعوكم للاستماع لزهرتكم لبرجكم حسب الزهرة. فكما قلت، كوكب الزهرة في تراجع، وهذا يدعو للهدوء والتأمل والتفكير العميق، والنتائج بعد ذلك تكون رائعة. هذه الكارتات فأل جميل، أرى أوراق هادي وهادي وهادي تبشر بالخير بالرزق بالنجاح والفرح والسرور. وما تعيشه أنت مع حبيبك، ما تعيشه مع حبيبك ليس صدفة، فلا وجود للصدفة. ما تعيشه مع حبيبك التي من جديد، هنا الكثير الكثير من الأفراح والكثير من الهدايا السماوية، رغم أنها قراءة عاطفية، لكن أرى هنا رزق واسع، خير ورزق، أوراق مبشرة بزاف. قلت أن ما تعيشه أنت مع هذا الحبيب ليس صدفة، لا وجود للصدفة، لا وجود للصدفة في الكون. تحدث الأشياء لسبب ما، لغرض ما، ليست هذه الوضعية التي تعيشها ليست وضعية عشوائية وعابرة تمر مرور الكرام. نو سينيور، لا يا سيدي، لا، بل أنتما لستما مستقلين، أنتما ثمرة واحدة، أنتما الاثنين شيء واحد،
هذه قصة حب من أجل الوصول إلى مكان معين، من أجل تحقيق هدف معين، يعني علاقة يسيرها القدر ويحكمها، وهذه العلاقة كانت مرسومة، هذا الحب كان مرسوم في لوحة سماوية أزلية، هذا رابط مقدس، سيت ان امور ديفان، ديفاين لوف، النامور ديفان، حب سماوي، حب مقدس. أنت وعيك عالي وفهمت ماذا يحدث، عندنا الثقة والتحول والبداية، دابا غادي نشرح لكم. أنت وعيك عالي وفهمت ماذا يحدث هنا، صافي، يعني أنت ترى الأشياء بوضوح، تعرف أنه حب نوراني، أما حبيبك فيسيطر على هذه الطاقة التي تملك جسده وعقله وقلبه وروحه، وأنا أتساءل كيف يفعل ذلك؟ كيف؟ لأني أرى هنا خليط من شغف ونار وحب وغرام وتفكير مستمر وألم، وهو ما زال يسيطر، إزاي؟ لكن يفعل ذلك لأن وعيه في الأرض، وعيه منخفض، لا يفهم هذه المشاعر الجياشة الجياشة اتجاهك. هو كيقول لراسه، يعني يقول لنفسه، هذا غير معقول، أنا لا أصدق. وكذلك يتساءل لماذا الآن، يعني يرفض ما يحدث له، لأنه شيء قوي بزاف. هو يتساءل لماذا الآن، لماذا الآن، لماذا لم تأتي العام كذا، يتساءل، يجهل طبيعة وسمو هذا الحب النادر وهذا الرابط، هذا الرابط السماوي، فيهرب. هذا الهروب شيء إيجابي لأنه يرتقي روحيا، يعود لنفسه، شعلتك، توأمك، لا أدري إن كنت قل إن قلت إن كنت قد كل أو يا ربي الحبيب لا أدري إذا كنت يعني قلت ذلك من قبل، أنه توأمك وشعلتك، لكن هو كذلك، هو شعلتك وتوأمك. الشغف الروحي متبادل، الألم متبادل، المشاعر الجياشة متبادلة، لكنه هو في بحث عميق داخلي لأنه يجهل منبع هذه المشاعر. هذا الفرق بينك وبين حبيبك، أنك أنت تدرك وتعلم علم اليقين أنه حبيب الروح، توأمك وشعلتك، وهو لا يدرك ذلك. لماذا؟ لأنه يخاف من قوة هذه الطاقة التي تهيمن على حياته، مش غير على جسده وروحه، بل حياته. لذلك يهرب خوفا من هذا الحب الجياش، وخوفا من التغيير في حياته. ماذا سيحدث؟ كما قلت، هذا الحبيب يتساءل ويتساءل لماذا يعتمد عليك روحيا ليكون قويا.
أما أنت فأراك أن تتوكلت على الله أو توكلت على الله وتركتيه يجد حل لهذا اللغز، لأنه هو يشعر أنك أنت بيته وموطنه، لكن أنت تدرك ذلك. وكما قلت، هذا هو الفرق بينك وبين هذا بين توأمك، أنك أنت تدرك وتعلم على يقين، أما هو يتساءل علاش 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 علاش، وكيدور كيدور سيجن، لأنه لا يجد سلامه الداخلي، لا يريد أن يفهم أنك توأمه وروحه، وأنه لن ينساك مهما هرب ومهما رفض، لن ينساك، لأن بينتكم رابط سماوي. ويعتمد روحه، تعتمد عليك. شوفوا مدى قوة هذا الحب وهذا الرابط. روحه تعتمد عليك ليكون قويا. هذا الحبيب، هذه النيران التي ذكرتها، كل يعني هذه الخليط من المشاعر والنار والشغف والغرام والتفكير، هذه نيران نيران، وهذه النيران تكوي قلبه، كيانه، ستجعله يستنجد، سيطلب منك النجدة. لماذا؟ لأنك جنته، والعجلة ستدور وستدور وستدور وستتوقف في نقطة، نقطة ثراء وغنى، ثراء وغنى عاطفي. الانتقال، أنا كتقول لي هذا الكارت أن هناك انتقال. شوفوا الانتقال من الجحيم للجنة، الانتقال من الحرمان إلى العطاء، والاستمتاع بهذا الحب، لأن هذا الحبيب لن يتحمل أكثر. هذا الحبيب يقول لنفسه كفى، عييت، تعبت، تعبت من التفكير، تعبت من الأرق، لا أنام، ليس عندي يعني لا أتنفس، يعني ليس لدي أكسجين، لا أنام، لا أعيش، أرى إشارات. في داخله فقاعة، كما قلت، فقاعة فيها شغف، فيها انجذاب، فيها عشق ناري، شوق مؤلم، غرام أكبر من صدره. يشعر هذا الحبيب أنه فقد نصف جسمه، يشعر أنه فقد نصف روحه. وهذه النيران التي، يعني هذا الخليط من المشاعر، هذه النيران ستجذبه إليك، ستجذبه إليك. تخبرني هذه الكارت أن الأشياء هذه، يعني هذه فين هي؟ هاد لي زاركان ماجور، كل هذه الرسائل الجميلة والروحانية تقول لي أن الأشياء ستأتيك لوحدها. ونعم، كنت محقا، نعم، شعلتك، نعم، توأمك، هذا حب راقي سامي، نعم، ستأتيك الأشياء لوحدها، شعلتك، توأمك سيقع في يدك كريشة بيضاء، كما وقع في حبك في أول لقاء. عنوان القراءة لا أدري ما، لكن أنت العنوان هو أنك كنت محق، أنت كنت محق. هذه الكارتات كذلك تتكلم على ثقتك وحسن ظنك بالله، تؤدي إلى تغيير روحي، ارتقاء وسمو روحاني، وبالتالي وراء ذلك بدايات جميلة. وهذا ما رأيته، يعني بداية مع توأمك، بداية مع حبيبه، هناك بدايات جميلة، وأنا قلت ذلك في البداية أني رأيت فأل جميل، وكارتات تبشر بالخير والرزق والنجاح والفرح والسرور، وطبعا هذا له علاقة بالجهة العاطفية. ودابا غادي نقرا لكم الرسالة الملائكية هذه اللي طاحت، سبحان الله، المعجزة.
استغفر الله يا ربي. أجنحتنا تحيط بك، لذلك لا، أجنحتنا تحيط بك يعني تحميك، مثلما مثل أهلك أو أحبابك، يعني الملائكة تحبك كما يحبك أهلك. هذه المرحلة التي تمر بها أو تمر منها هي محمية، محمية من طرف قوات سماوية، قوات عالية، قوات الحب تعمل من أجلك. كل شيء سيكون على ما يرام، لذلك خلي الأشياء توكل على الله، ما قلته، خلي الأشياء في توكل على الله، حسن الظن بالرحمن، وسترون كيف ستأتي الأشياء غير محدثها، يعني بهدوء وتوازن سماوي عجيب، وطبعا هذا اسمه معجزة. أتمنى لكم الخير والسعادة والكثير والكثير من الأفراح، الكثير الكثير من السلام الداخلي. كنبغيكم بزاف، أحبكم من أعماق قلبي، وأتمنى لكم أفضل ما في الوجود. بسلامة وإلى اللقاء.